الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ورضي الله عن آله وصحبه لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، استمرارا في فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي دعت إلى جمعة غضب طوفان الأقصى رقم 31 احتجاجا على اجتياح معبر رفح تحت شعار اجتياح رفح جريمة إنسانية جديدة. نعقب هذه الرقة تعبيرا عن مساندتنا لإخوتنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية، وعن شجبنا واستنكارنا لتخاذل الأنظمة العربية الإسلامية والإسلامية أمام نمائم الحصار والتقتيل والتجويع الذي يمارسه الكيان الصهيوني المجرم في حق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. في الوقت الذي انتظر فيه العالم توقف العدوان على غزة بعد إعلان حركة حماس ومعها فصائل المقاومة عن قبولها بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار التي تم برعاية أمريكا وعواصم الغرب ووسطاء من الدول العربية والإقليمية، ها هي حكومة الكيان الصهيوني النازية تمعن في تسفيه العالم ككل، وتصر على خرق كل المواثيق والأعراف الدولية، وتصر على إتمام جريمتها الكاملة من قتل وتشريد وتدمير وحصار، غير عابية بالنداءات الإنسانية والوساطات السياسية، ومعلنة فشلها الذريع على كل المستويات. فهي لم تحقق طيلة 215 يوما من عدوان أي نصر يذكر إلا إذا كانت تعتبر قتل الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين وطواقم الأنظمة الإنسانية والطبية إنجازا وانتصارا. وها هي حكومة النتن، وها هي حكومة النتن ياهو المتطرفة الدموية تدشن فصلا آخر من جريمتها اجتياحا كاملا وارتكاب جرائم إبادة جديدة. تضاعف أعداد الشهداء التي فاقت 40,000 وأعداد الجرحى والمصابين، وتهدد بارتكاب جرائم إبادة جديدة خلفت تحدي الساعة نزوح عشرات الآلاف من رفح إلى مواصي خان يونس تحت القصف، واستشهد على إثره 52 فلسطينيا من بينهم 17 طفل و 14 إمرأة خلال 48 ساعة. احتلال معبر رفح مما أدى قطع شرايين الحياة الوحيد للقطاع من الخارج، وإغلاق معبر كرم أبو سالم مما ينذر بمجاعة جماعية بسبب وقف المساعدات الإنسانية ومنع الشاحنات من دخول القطاع. فرض التهجير القسري لمئات الآلاف مدنيين تحت القصف والمهددين بنينال العدو في غياب مناطق أمنية آمنة في قطاع غزة. ومن هذه الوقفة نعلن ما يلي: تضامنا المطلق وغير المشروط مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة. ثانيا، دعمنا لكل المبادرات الداعية لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الهمجي والتصدي لمحاولات اجتياح رفح. ثالثا، دعوتنا على العواصم الغربية والمنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته الإنسانية والقانونية كاملة أمام العدو الصهيوني، بعد أن تكشف العالم بما لا يدع مجال الشك من أهم الإرهابيون وزعماء الإرهاب. رابعا، دعوتنا الدول العربية والإسلامية وهيئات كثير من الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على الغرب وعلى الكيان الصهيوني من أجل وقف العدوان فورا وبدون شرط. خامسا، نداؤنا الحار لأبناء أمتنا وأحرار شعبنا وشرفاء العالم لمزيد من التعبئة والحشد والدعم والمساندة.
الفعالة الممثلة. سادسا تحية العالية وتقدير البالغ للحراك الطلابي العالمي الحر الداعم للحق الفلسطيني. سابعا دعاؤنا الخالص للشهداء بالرحمة، دعاؤنا الخالص للشهداء بالرحمة وللأسرى بالحرية القريبة وللجرحى بالشفاء العاجل. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى رضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا هذه الوقفة واجعلها في ميزان حسناتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا في غزة، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم شافي جرحاهم، اللهم ثبتهم بالقول الثابت، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، كن لهم معينا وظهيرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم مددك، اللهم انزل عليهم مددك يا اللهم انصرهم، اللهم اهلك الظالمين، اهلك اليهود ومن والاهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهزمهم شر هزيمه، اللهم اجعل الدائره عليهم، اللهم يا عزيز يا ذي انتقام خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم شتت جموعهم، فرق شملهم، فرق كلمتهم، يا جبار السماوات والارض صلت صيف انتقامك عليهم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم قوي شوكتها، وحد صفها، وحد كلمتها، واجمع كلمتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.